طيب يا شباب، اول حاجة هنفك المروحة من هنا، فك الغطا بتاع المروحة ده تمام كده، بحيث ان احنا نظهر كامل المسامير اللي عند الكولر. تمام، نجيب السلك ده على جنب، هنفك الاربع مسامير دول يا شباب. تمام، هذا اول واحد هنفكه، بس اهم حاجة يا شباب قبل ما تحطوا معجون تعرفوا شكل الكولر كان راكب ازاي قبل ما تفكوه، عشان لو ركبت الكولر غلط الحرارة تسخن معاك جدا. تمام، تفك كامل المسامير، تفضل تنظف الكيسة قبل ما تحط المعجون عشان التراب برضو بيفرق سرعة المروحة وكده. لو عندك بلاور تقدر تنضفه من غير بلاور برضو عادي. هو كده الكل ورد فك. تمام، اهم حاجة لو انت ملقتش المعجون ناشف والحرارة كانت مظبوطة معاك مش مهم ما تغيروش. تمام، انما لو ناشف لازم تغيره، اهم حاجة لازم تنضف حوالينه من التراب كده. تمام، عشان تحس بفرق الأداء. هو حد يجيب مية ناحية البوردة هنا والبروسيسور، لو نطت مية نزلت هنا خلاص كل حاجة هتبوظ. دي الطريقة الصحيحة اللي انت هتحط بيها المعجون بحيث ان الحرارة تبرد. تمام، بعد كده برضو المعجون اللي على الكولر هنشوفه، برضو هنمسحه بمنديل. بس كده خلصنا بالمنديل ده، بعد كده ادي المعجون معانا. تمام، هنفضي نقطة كده، هنفضي نقطة واحدة هنا على البروسيسور. تمام، بالشكل ده كده نقطة دائرية، كده بس كده كويس. نحط حتة هنا برضه على الكولر، بس كده خلاص نركب الكولر بقى زي ما كان راكب في الأول. تمام كده، تمام، هتشوف الكولر كان راكب ازاي في الأول، هو كان راكب كده في الأول عندي. وهتربط عليه، لازم تربط المسامير، نضف الكولر برضو لو في حاجة، نضف من التراب، عشان يبرد كويس. لما الكمبيوتر بيكون نظيف من التراب يبرد كويس. لازم تربط المسامير كلها بشكل صحيح، تربطها صح عشان ما يتسربش الهواء للخارج. تمام، زي ما كنت شارح في فيديو قبل كده. وكده الكولر اتربط بالشكل الصحيح.
مش بيتحرك معانا. تمام، والمسامير كلها مربوطه قوي، فبكده مفيش حرارة تتسرب للخارج. هندوس على المروحه كده، لازم نركب المروحه صح. ايوه كده تمام. تعمل صوت التكه دي عشان التبريد يوصل كويس والحراره تخف. تمام، بس كده خلاص.